الرسم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن العناية بالأسنان من الناحية التجميلية مع ضيفتنا الدكتورة سارة فاضل، اختصاصية طب الفم والأسنان بمركز الدكتور ملهم الطبي بدبي. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. السلام عليكم دكتورة سارة. عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا دكتور. ما فائدة الأسنان إذا كانت ناصعة البياض وهناك رائحة غير مستحبة تخرج من الفم؟ كيف يمكن أن نعتني بالأسنان حتى بعد تجميلها؟ يعني يعتقد البعض بأن قيامي بتبييض الأسنان أو تجميل الأسنان بالطرق المختلفة، طبعا ستتكلمين عن هذه الطرق، لكن تبقى المشاكل قائمة في الفم وفي الأسنان. نعم طبعا، شكرا جزيلا على استضافتك. يا مرحبا. اليوم انا راح اتكلم عن جزئيه في طب الاسنان. نعم. الا وهي العلاج التجميلي. طبعا احنا سابقا كان عندنا حد فاصل ما بين العلاج والتجميل. تجميل الاسنان كان حكر على مجموعه من الناس دون اخرين. اليوم التجميل اصبح حاجه ملحه لكل افراد المجتمع، خصوصاً بالسوشيال ميديا والكوميونيكيشن. العالم أصبح قرية صغيرة، معايير الجمال توحدت بالنسبة للجميع. أصبحنا نعرف أنه لتحقيق الغاية والهدف نحتاج أنه نعمل كذا وكذا خطوات حتى نوصل لأجمل ابتسامة. أنا اليوم كعلاج تجميلي، ما معنى العلاج التجميلي؟ سابقاً لو نبدأ قبل 5 أو 10 سنوات، كان تعريف العلاج التجميلي هو كل علاج هدفه تعديل المظهر، اللون أو الشكل للأسنان واللثة فقط، يتم عن طريق تقويم الأسنان أو الاستعادات السنية. اليوم هذا التعريف أصبح غير مقبول. العلاج التجميلي أصبح يشمل كل اختصاصات طب الأسنان. تعريفه أصبح هو تقديم الهرمون التناسق أو التناغم في الابتسامة مع الحفاظ على الناحية الصحية في الفم. التجميل بحد ذاته أصبح ركن من أركان العلاج. سابقاً كنا نقول لتحقيق العلاج أو تقديم العلاج للمريض يجب أن أخلصهم من الألم وأعيد الوظيفة للجزء اللي في مشكلة. اليوم لا، صار التعريف أشمل، أو صار التجميل ركن ثالث من أركان العلاج. ما ممكن أنا أقدم علاج لأي مريض بدون ما أقدم له أو أوفر له أكمل هذا الشيء بالعلاج التجميلي، الناحية الجمالية بالعلاج. طبعا كان سابقا مثل ما قلت لك مشمول فقط على تقويم الأسنان أو الاستعادات السنية. نعم. بإضافة جزء أو إزالة جزء للثة والأسنان أو إعادة صف الأسنان. اليوم الموضوع صار أوسع، انضافت لنا عمليات التبييض، إزالة التصبغات، انضافت لنا المصطلح اللي منتشر حاليا هوليود سمايل. نعم. نعم. طيب دكتورة سارة، يعني هلا ذكرتي التصبغات، ومثل ما بنعرف هناك أسباب مختلفة لمثل هذه التصبغات، سواء كانت ولادية أو سواء كانت لها علاقة بالأدوية أو حتى ببعض الأطعمة أو المشروبات. بعد عملية التجميل لنفترض قمنا بعملية تركيب الفينير على سبيل المثال، وأنا تابعت يعني عاداتي مثل ما هي، بمعنى أكثر من تناول القهوة والشاي، وأيضا أتناول المشروبات الغازية وغير ذلك، هل هذه الفينير لا تتأثر بمثل هذه الأطعمة على سبيل المثال أو المشروبات؟ نعم طبعا، أنا يوم عملت الفينير مو معنى هذا أنه أنا حطيت درع واقي الأسناني، هذه النظرة غير صحيحة. نعم. الفينير هي طبقة تنضاف على السن بسمك العدسة، حالها حال حشوات الأسنان اللي نعملها. أنا أسناني الطبيعية محتاجة إلى تنظيف مرتين باليوم على الأقل، مع استخدام خيط تنظيف الأسنان ومراجعة دورية كل 3 شهور، فما بالك يوم أجي أضيف طبقة على هذه الأسنان. العناية لازم تكون مضاعفة.
الاهتمام بها يكون مضاعف. دائما أراجع طبيب الأسنان حتى يفحص لي هذه العدسات أو القشور اللي ضفتها على الأسنان، أتأكد من خلوها من كافة المشاكل اللي ممكن تصيبها. عاداتي الغذائية لازم تتغير، أنا ما أضل على عاداتي الغذائية الخاطئة. مثلا الأمور اللي الشاي، القهوة، السواء اللي فيها تصبغات قوية أحاول أقللها أو أعمد إلى التفريج مباشرة بعد تناولها. نعم. التدخين أحاول أقلله. الأهتم الامتناع عنه طبعا. طبعا يفضل الامتناع. نعم. طبعا هذا الشيء. نعم. بالنسبة للمدخنين دائما نصحهم على الأقل قلل إذا ما تقدر تفعل. قلل تدريجيا حتى تصل إلى مرحلة تصبح يعني يصبح الإقلاع عن التدخين أمرا بسيطا ويسيرا، ليس يعني لأن الموضوع مرتبط في الناحية الجمالية، وإنما لأن التدخين قاتل حقيقة ويرتبط بالأصابة بالكثير من الأمراض، وهو عامل من عوامل الخطورة التي تؤدي للإصابة بالكثير من الأمراض. إذا نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600551414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. ضيفتنا الدكتورة سارة فاضل، اختصاصية طب الفم والأسنان بمركز الدكتور ملهم الطبي بدبي، وموضوعنا عن العناية بالأسنان من الناحية التجميلية. من الأسئلة الأخ أعتقد محمد عبر الإنستغرام يقول: السلام عليكم، أفضل وأسرع طريقة لتبييض الأسنان ممكن نعملها بالبيت دون الذهاب للدكتور؟ طبعا طرق التبييض المنزلية ما تغني عن الذهاب للدكتور للحصول على النتيجة الدائمية أو النتيجة الأفضل. نعم. في احنا عندنا أنواع تبييض منزلي نقدمها للمريض، لكن هذه الأنواع من التبييض تحتاج لها فترات زمنية تتراوح بين أسبوعين لشهر. طبعا التبييض داخل عيادة طب الأسنان ممكن يكون عن طريق التبييض بالليزر، التبييض بالألترا فايولت، التبييض بالهالوجين أو بالدايود. في عدة طرق للتبييض، كلها طبعا تعطينا نتائج جيدة جدا، نتائج جميلة. لون السن ممكن يفتح من درجتين لثمان درجات. أحب أؤكد أنه هو ليس تبييض للسن، وإنما هو إزالة رواسب الطعام اللي تكومت على مدار سنين، تفتيح لون السن للوصول لأفتح حالة بالسن. هو ليس تغيير لشكل السن، هو فقط تغيير للون السن، مثل ما نضيف احنا كلوروكس على الملابس، نفس الشيء نفس المبدا احنا قاعد نعمله بتبييض الاسنان. نعم، ولكن طبعا في البيت لها محاذير، وايضا قد يكون لها تاثيرات سلبيه على الاسنان وايضا على اللثه، طبعا لارتباط لانه لسوء الاستخدام من ناحيه، وايضا عدم الالتزام بالارشادات من ناحيه ثانيه، بينما في العياده الطبيب هو من يقوم بذلك. وايضا هنا نحذر طبعا ونذكر بضروره عدم الحصول على مواد أو المستحضرات المبيضة أو التي تستخدم في تبييض الأسنان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت أو ما شابه ذلك، فقط من المؤسسات الصحية ومن من الصيدليات الرسمية المرخصة، حتى طبعا ما يكون هناك مواد يعني ضارة بصحة الفم والأسنان وتحديدا اللثة أيضا. نعم، حبيت أؤكد على شيء آخر. بعض نعم. الناس يستخدمون مواد منزلية متداولة بالمنزل مثل الشب أو الكربون. نعم. أو الملح. هذه الأمور جدا خطرة على الأسنان، ممكن أنت تشوفها عملت كحت لمين السن. نعم. تشوف نتيجة حلوة لمدة يوم أو يومين، لكن أنت بالحقيقة بتأذي لثك بطريقة تراكمية على مدار سنوات، راح تفقد السن وهو سن سليم ما بشي بسبب ضعف اللثة اللي أو أذية اللثة اللي أنت بتعملها باستخدام هذه الطرق. لذلك ننصح أنه تستخدمون المواد المبيضة اللي تحصلون عليها من صيدليات أو مصادر موثوقة، أو تلجأون لطبيب الأسنان لعمل عمليات التبييض. نعم، إذن ليس الهدف فقط الحصول على أسنان ناصعة البياض، وإنما الهدف الأساسي هو المحافظة على الوظائف الأساسية للفم والأسنان، وحتى ما نتعرض لأي مشكلة، لأنه كثير من هذه أيضا الوسائل المتبعة حديثا فيما يتعلق بتجميل الأسنان هي غير قابلة للعودة، بمعنى أنه خلص يعني وضعنا هذه الطبقة وبالتالي هناك حف معين للأسنان وتركيب، فطبعا لا يمكن أن يعود السن إلى وضعه الطبيعي مثل ما كان سابقا. نعم نعم.
طيب، من المعلومات اللي يجب أن يحصل عليها الشخص، لن نقول المريض، الشخص الذي يرغب بإجراء تجميل الأسنان، سواء كان لناحية جمالية أو لنواحي أخرى، يعني قد يكون لديه مثلا فراغات بين الأسنان، قد يكون هناك مشاكل أخرى في الأسنان. دكتورة سارة. نعم طبعا، أنا اليوم أي مريض أنصحه أن يتوجه لعيادة طب الأسنان، يختار الطبيب بتأني بالبداية، ثانيا يروح يسأل عن تجميل الابتسامة وليس تجميل الأسنان. كثير ناس عملوا الابتسامة أو الهولد سمايل لكن ندموا بعد هذا، لأن النواحي الجمالية اللي ممكن اللي المفروض أنه تتوفر بهذه الابتسامة ما اكتملت فقط بوضع قشور الجنير. حتى أنا أحقق ابتسامة جميلة لازم كل أجزاء الفم تتجمل، يعني مو فقط أجي أحط هذا القشور، لازم أنتبه للثة، طول اللثة، تكتشر الملمس تبع اللثة، صحة اللثة نفسها، العظم الساند، طول الشفاه العليا، إذا هذه الشفاه يصير فيها قصر أثناء الضحكة تظهر شيء تقريبا 2 إلى 4 مليمتر من اللثة، هذا الشيء احنا غير اكسبتبل في عالم تجميل الأسنان. نعم. أيضا لازم نعالجه. سمك الشفاه أيضا احنا لازم نشوفها هل هي ممتلئة أو لا. أحيانا نلجأ إلى الفيلر لتفحيح هذه الشفاه. بالنسبة لطول الشفة العليا في شيء اسمه اللفت ريبوزيشنينج سلاب، نعمل إعادة موضع للشفة العليا، نتائجها طبعا دائمية ما تلجأ، حتى أنه لما نفحص تظهر لنا جزء كبير من اللثة. نعم. الليزر دخل أيضا عندنا في كل مجالات تجميل الأسنان، تجميل اللثة، تجميل الأسنان بحد ذاتها، إزالة التصبغات من الأسنان واللثة، تصبغات من الشفاه. إحنا هذه العوامل كلها لازم نتبعها. شيء مهم جدا احب انوه عليه، احنا عندنا شيء اسمه الجولدن ريشيو. الجولدن ريشيو هذا محققه بقياسات معينه تثبيت ابعاد الوجه على الابتسامه نفسها بمعادلات رياضيه معينه. سابقا كنا نعمله بايدينا طبعا هذا الشيء، بعد اخذ الاشعه البانوراميه ونسقطها على الفم ونحسب حسابات علاقات رياضيه حتى نوصل لابعاد كل جزء بالفم. اليوم صار عندنا شيء اسمه ديجيتال سمايل ديزاين. هذا الديجيتال سمايل ديزاين سهل لنا الموضوع بطريقة جميلة جدا. المريض أصبح يجي للعيادة، نأخذ له صورة شخصية واحدة، نعمل الديجيتال سمايل ديزاين، راح يشوف نتيجة العلاج قبل ما يبدأ العلاج نفسه، راح يشوف شكله كيف راح يصبح. أنا لازم أفهم المريض أنه أنت حتى توصل لهذا الشكل اللي أنت حبيته أو وافقت عليه لازم تمر بمراحل علاج 1-2-3، مو فقط إضافة قشور الجنير، لا، لازم أنت مثلاً وما فرجي صور لي يعني زبائن آخرين إن صح التعبير قبل وبعد، قد تكون هذه الصور يعني غير حقيقية وغير دقيقة، بمعنى ليست من العيادة. ونذكر أيضا يعني ذكرتي موضوع اختيار الطبيب، أنا أحب يعني أركز قليلا على هذا الموضوع. اختيار الطبيب لا يعني اختيار الطبيب الأكثر شهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يعني يحصل هذا الطبيب على عدد كبير من المتابعين جراء زيارة أحد الفنانين أو الفنانات، لكن الفنان أو الفنانة لا يعطي الشهادة للطبيب، هو مثله مثل غيره من المرضى أو الزبائن. فيعني نتمنى أن يؤخذ هذا الأمر بشيء من الجدية حتى لا يكون هناك نوع من التضليل في هذا الموضوع. وطبعا من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي نجد أن هذا الفنان وهذه الفنانة تنتقل من عيادة إلى عيادة، وكأنها تعطي شهادات اعتماد لهذا الطبيب أو لذاك الطبيب. صحيح، طبعا هذا الشيء مو صحيح. أنصح المرضى أنه يتقصون عن الطبيب الصحيح، الطبيب يشوفون شهاداته من وين، يشوفون نتائج أعماله الفعلية على مرضى، يسألون، يزورون الطبيب على الأقل، يتكلمون معاه، يشوفون مدى علميته، مدى ثقافته، نعم، والأجهزة المتوفرة عنده، هل هو مواكب أحدث التطورات في عالم طب الأسنان، هل عيادته مجهزة بفول إكويبمنت، كل شيء حديث في عالم طب الأسنان. في بعض الأسئلة أنت تسألها للطبيب راح تعرف من خلالها إذا طبيبك متمكن
من الموضوع أو هو مجرد شهرة. وأن يذكر الطبيب لو سمحتي لي دكتورة سارة يعني ليس فقط فيما يتعلق بطب الأسنان وإنما بشكل عام أتكلم كما يتكلم عن الإيجابيات أن يتكلم أيضا عن التأثيرات السلبية المحتملة أو المضاعفات المحتملة التي قد تحدث وكيف يتم التعامل معها. يعني لا نذكر فقط بأن على سبيل المثال أن الفينير على سبيل المثال أو هذه المادة أو هذه الطريقة تعطي يعني ابتسامة أو مظهرا جميلا، ولكن يجب أن نقول بأنه يمكن أن يحدث أيضا واحد واثنين وثلاثة، ولو حدث هذه الأمور يمكن أن نقوم بخطوة وخطوة ثانية وما شابه ذلك. طبعا هذه من واجبات طبيب الأسنان ومن مهنته وشرف المهنة أنه نعم. يعطي للمريض قبل بدء العلاج النتائج المتوقعة، نسبة النجاح، نسبة الفشل، الكومبليكيشنز، السايد افكتس اللي ممكن يواجهها المريض، الحلول لكل شيء، يفهم المريض بالضبط النتائج اللي راح يحصل عليها سلبا وايجابا. انا مو بس اعمل ماركتنج لشغلي وارويه انه انت راح تحصل ابتسامه جميله وبيضاء وحلوه، لا، انت راح تحصل هذه الابتسامه، لكن انت لا تنسى انه انت حتشيل جزء من طبقه المينا مثلا، أو أنت راح تضطر تراجعني بشكل مكثف أكثر إذا أنت متعود تزور طبيب الأسنان كل سنة مرة، هسه المفروض تزور بالسنة 3 مرات أو 4، طريقة أكلك مثلا راح تتغير، لازم أنبه على المريض على هذا الشيء، طريقة الاهتمام بالأسنان تتغير، طريقة التفريش تتغير، هذه الأمور كلها لازم تتوضح للمريض قبل بالعلاج حتى المريض يكون في صورة من الموضوع، جانب كله يكون مكتمل أمام عينه، يأخذ القرار الصحيح للعلاج بالاتفاق طبعا وبأيضا المناقشة والإقناع ما بين الطبيب وما بين المريض. هذا الأمر هام جدا. والنصيحة الأخيرة دكتورة سارة؟ طبعا أنصح كل متابعيكم الأعزاء أنه ما يهملون صحة أسنانهم على حساب التجميل، الصحة هي قبل التجميل في كل شيء. نعم. في حال توجهتوا للطبيب اسألوا عن كافة مضار العلاج المقدم، ولا تهملون أسنانكم، دائما خليكم في مراجعات دورية مع طبيب الأسنان، لأنه الوقاية احنا نقول خير من قنطار علاج. نعم. الوقاية دائما هي الحلول الأفضل في العلاج، دائما نكشف المبكر عن التفوس، عن أمراض اللثة، يجنبنا كثير مراجعات لطبيب الأسنان، يجنبنا كثير مشاكل احنا ممكن تأثر بالنهاية على صحتنا العامة، مو فقط على صحة الفم والأسنان. تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية. طبعا شكرا لاستضافتكم. شكرا للدكتورة سارة فاضل اختصاصية طب الفم والأسنان بمركز الدكتور ملهم الطبي بدبي. دكتورة سارة شكرا جزيلا لهذه المعلومات. شكرا جزيلا.